بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن فضل كبير جدا وعظيم في تبليغ الدين ونشر السنة المطهرة بين المسلمين عامة والنساء خاصة. هناك كتير من الصحابيات اللي كانت بتروح وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام في المسائل اللي بتقف معاهم، ويسألوا في الأحكام ويستفتوا النبي عليه الصلاة والسلام. وكان في منهم طبقة كانت متخصصة جدا في تلقي الحديث، وكان هناك بعض من النساء يخجلن من أن يذهبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسألنه صلى الله عليه وسلم. فكانوا بيعملوا إيه؟ فكانوا بيروحوا لزوجات النبي ويسألوهم عن الأمور بتاعتهم، فيجدوا عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن يجدوا الأجوبة الشافية للأسئلة بتاعتهم وللاستفسارات اللي كانوا بيحبوا يسألوا ويستبينوا الأمر فيها. لأن زوجات النبي رضي الله تعالى عنهن كانوا على صلة دائمة بحكم أنهم زوجات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فكانوا دايما على صلة دائمة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمن منه الأحكام. هم كانوا في حال تلقي دائم من أنوار الحضرة النبوية، وبينقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يتاح لغيرهن نقله. وشفنا ثمرة ده في أمهات المؤمنين في تلقي الحديث الشريف وتعليم للمسلمين والمسلمات، وعلى رأس أمهات المؤمنين كما ذكرنا أمس السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، صاحبة العلم الغزير والذكاء الفطري الشديد. وإذا أنت تأملت سيرة السيدة أم المؤمنين أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وجدت كيف أنها أجادت التلقي، تلقي الحديث، وأجادت الحفظ، وأجادت الفهم، لأنها رضي الله عنها كان عندها حرص على فهم الأحكام الشرعية. وهناخد مثل النهاردة نشوف مكانة
السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في تلقي الحديث، وكمان نشوف وضع السيدة عائشة في إنها ما بتفوتش حاجة إلا لما تفهمها، وده يبين لك شدة ما كانت عليه من الحرص في طلب العلم والتثبت فيه. فعن ابن أبي مليكة التابعي، ابن أبي مليكة التابعي ده يعني كان أحد كبار يعني رواة الحديث، كان تابعيا يعني شاف الصحابة، شاف لكن ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مسلما ومات على ذلك. هو روى ابن أبي مليكة عن السيدة عائشة، وروى كذلك عن أختها السيدة أسماء. وإحنا لما نقول بأنه روى عن أمنا السيدة عائشة وروى عن أختها السيدة أسماء، بنوضح حلقة العلم اللي كانت متواصلة وموجودة في زمن النبوة الشريف وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أجيال في العلم بتخرج أجيال أخرى تتلقى عنها العلم، وهذه الأجيال تعلم، وكل ده امتداد نوراني للتوجيه النبوي الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكل ما ارتبط بعلوم القرآن من علوم يتعلمها ويتلقيها الذي يطلب هذا العلم، وبعدين بيربي أجيال بعد كده تخرج وتعلم هذا العلم. من هنا جاءت السلاسل: فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان. ده التلقي، كل طلبة علم بتتلقى عن المجموعة عن أساتذتها، وهكذا بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيحكي لنا عن ابن أبي مليكة، بيقول إن الستنة عائشة، السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. يعني لو سمعت حاجة هي مش واضحة بالنسبة لها في العلم، لازم ترجع تفهم من النبي عليه الصلاة والسلام. أو سمعت حاجة بعيد، يعني سمعت حاجة من أحد من الناس أو من النساء، فترجع تراجع لتتثبت من النبي عليه الصلاة والسلام. فهو بيحكي عنها، بيوصف حالها ده في دقتها في تلقي العلم والتثبت من الحفظ والفهم. وبيحكي عنها أنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حوسب عذب. اللي يتحاسب كده في الصحيفة بتاعته، انت عملت ده يوم كذا وعملت ده ليه، ويبتدي بقى فيه تفصيلات، وانت وده كان كذا وده كان كذا، وبعدين بيبقى فيه تفصيل يطلع من تفصيل يخش في التاني، الحساب الدقيق اللي فيه وقوف عند كل حاجة. فهي سمعت سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول: من حوسب عذب. فقالت أم المؤمنين عائشة: فقلت. فهي بتقول لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال. أي النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح لها بقى، هي حطت الحديث اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام جنب الآية عايزة تفهم. قالت: فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. النبي عليه الصلاة والسلام هو المرجع في تفسير ما كان يشكل على الناس في دينهم، سواء كان في بيت النبوة أو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين، هو المرجع اللي بيرجعوا له. عشان كده النهاردة أنت لما تيجي تكذب رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنك تطعن في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتطعن في أنه لا ده الصحابة لم يحملوا هذا العلم، وأن العلم ده تأخروا في حفظه وتدوينه والكلام اللي عمال يتقال، ونسينا المدرسة العظيمة اللي النبي عليه الصلاة والسلام يعني أسسها وأخرجت جيلا عظيما من طلبة العلم، من المتخصصين وطلبة العلم اللي بيعلموا كده من زمن النبوة إلى عصرنا، حلقات متصلة، كل جيل بيسلم الجيل اللي بعده. دي من بركات الحضرة المحمدية صلى الله عليه وسلم. حرص الصحابة رضي الله عنهم دايما في أنهم يرجعوا لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل شيء بيعرض ليهم، وهم يحسنوا في إشكال مش فاهمينه أو عايزين يتبينوا أو يستوثقوا أو
يفهموه بشدة أو بدقة يرجعوا لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. في مثل هذا الحديث اللي بيخبر فيه عبد الله ابن أبي مليكة أن السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه القائل، لو سمعت حاجة تقول له أنت جبت الكلام ده منين، تستوثق من أين أتى بهذا الكلام، أو إنها تسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام حتى تعرف حقيقة ما سمعت، تعرف الحقيقة بتاعته عشان تتوصل بعد ذلك إلى الصواب من الخطأ، تقييم المقال أو تقييم ما سمعت أو تقويم وتقييم الفتوى اللي هي سمعتها أو الخبر الذي انتهى إليها. ودي دقيقة مهمة جدا بيوصفها التابعي من أحوال أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها في تلقي الحديث النبوي الشريف، وده اللي يأكد لنا أنه تم التوثيق والتثبت من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام زمن النبوة الشريف. وبيأكد الحديث ده كمان على يعني فطنة أمنا السيدة عائشة ومدى ذكائها، عطايا ربنا ادهلها وربنا فرغها إنها تتلقى الحديث وتعلمه، لأنها كانت يعني تبارك الله يعني أوتيت مواهب كثيرة في الفطنة والذكاء والحفظ وطول العمر عشان تعلم بعد كده بعد انتقال الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن هي ما بتقبلش أي حاجة، وإنها لا تثق وألا توقن بكل ما سمعته، ومعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبتحكي لنا أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. فقامت هي أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها بالمقارنة دي، بالمقارنة بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول المولى تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسير. عايزة تفهم المعنيين، يعني تم حصل إشكال عندها. فلفظ الحديث من حوسب عذب، لفظ الحديث هنا من حوسب عذب جاي عام في تعذيب من حوسب، اللي هيتحاسب ده هيبقى عذب، اللفظ هنا جاي عام، ولفظ الآية دال على أن في تخصيص بقى، على أن بعضهم بعض اللي هيتحاسبوا يوم القيامة لا يعذبون، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام، أجاب على السيدة عائشة بقوله: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. يعني بين لها النبي عليه الصلاة والسلام إن المقصود الحقيقي للآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا هو الحساب اليسير. الآية دي خاصة بالحساب اليسير اللي هو العرض، إن مش هيقف يعني يدوله كده الصحيفة بتاعته، يعني هذا ما صنعت من سيئات وحسنات، وسيئاتك كانت كذا وحسناتك كذا، وعفي عن سيئاتك، وانت من ده الحساب اليسير، بس يعرفوه، يعني هو إبراز الأعمال وإظهارها. فيعني بيعرف المولى سبحانه وتعالى صاحب الصحيفة بذنوبه، وبيعرفه برضو التجاوز عن هذه الذنوب، حتى يعرف يعني نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه ومنة ربنا عليه بأنه سترها عليه في الدنيا، وأنه هو سترها عليه في الدنيا، وأنه عفى عنه وعن ما ارتكب في الحياة الدنيا في الآخرة. أما الحساب العسير يبقى ده المقصود بالآية. أما الحساب العسير هو المقصود به هنا الحديث من نوقش الحساب يهلك، يبقى فيه العرض وفي المناقشة الدقيقة، أنت ارتكبت كذا يوم كذا، صنعت كذا يوم كذا. فمن تعرض لهذا الاستقصاء لم يسامح على ما فعل، هلك وأدخل النار، عذب على ما كان منه في حياته الدنيا. يعني الحساب يوم القيامة نوعان، حساب عرض ومعاتبة، وهناك وده حساب يسير لا عذاب فيه، إنما فيه إظهار منة الله على ذلك الذي يحاسبه حسابا يسيرا إنه هيعفى عنه، وحساب مناقشة وهو حساب عسير وحساب شديد، لأن فيه تفصيل، أنت عملت كذا يوم كذا ساعة كذا،
وقد تصور بهذه الصور يراها، يرى نفسه ويرى ما كان منه، ولا يخلو هذا من العذاب، لأن مناقشة العبد على أخطائه وعلى ما كان منه وعلى توقيفه على جميع ذنوبه وحالة كده استقصائية لكل سيئاته، ده معناه أنه سيهلك بالعذاب. وفي هذا الحديث الحقيقة بيبرز مدى دقة التلقي لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. من ستنا عائشة ما سمعتش الحديث كده وحفظته وسكتت، لا، هي والنبي عليه الصلاة والسلام كان ليه طريقة، إذا حدث بالحديث كان يقوله يعيده 3 مرات، وإن اللي بيسمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحديث يقدر يعد الحروف من كتر تؤدة النبي في إلقاء الحديث، لأنه بيبين وبيشرح وبيوضح أنوار الوحي الشريف. أمنا عائشة لما سمعت قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حبت بقى تسأل مع الآية التي تحفظها، ده يبين لك فضيلة أمنا سيدة عائشة رضي الله عنها وحرصها على التعلم والتحقيق والتثبت وحسن فهم الحديث، حرصها أنها تفهم معنى الحديث. كمان الحديث ده بيدينا، بيبين لنا إثبات الحساب والعرض والعذاب يوم القيامة، وإنه الناس هتكون متفاوتة في الحساب بتاعها، في اللي هيشدد عليه في الحساب، وهناك اللي هيرفق به يبقى في شكل معاتبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يلطف بنا وبكم جميعا في هذا المشهد العظيم. وبنتعلم كذلك من هذا الحديث إنه ينفع أن يبقى في مناظرة ومقابلة، يعني جواز المناظرة ومقابلة السنة بالكتاب، وده بنتعلمه من الحديث النبوي الشريف وهذا الموقف اللي حصل. وإنه كمان بنتعلم إن من حق طالب العلم إنه يسأل في المسائل اللي هي مش فاهمها ومش عارف يوصل فيها لجواب، أو ربما تعمل نوع من الإشكال في عقله، إنه يراجع فيها ليفهم. الحديث كمان فيه إنه على العالم الذي يعلم طلبة العلم، إنه لما يجي يراجعوا أحد من طلبة العلم عشان يفهم حاجة يكون عنده رحابة صدر، وإنه ما يغضبش، وإنه مثلا إنه بيوقفه في الحديث عشان يفهم، يعني لا تثور ثائرته، وإنما يبقى عنده من رحابة الصدر ما يستطيع به أن يجيب السائل المستفهم عن المسائل التي لا يفهم. وده اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام مع أمنا السيدة عائشة لما قامت وعارضت قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حبت تفهمه في ضوء ما تحفظ من القرآن الكريم. وده بيبين مدى دقة أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ومدى دقتها وتحقيقها في التعامل هي والجيل كله. الدقة، شدة الدقة في التلقي، شدة الدقة في الفهم، شدة الدقة في الحفظ، وده كان سمة الجيل كله، رواية وفهما، تحملا ونقلا، ده كان سمة الجيل كله عشان يفهموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظوه، وكذلك يستطيعون تعليمه للطلبة والمريدين والتلامذة الخاصة بكل، يعني معلم كل صحابي كريم منهم وكل أم من أمهات المؤمنين، كما سنرى ذلك لاحقا. ورضي الله عن أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى، أم المؤمنين وزوج النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.